بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، ناتي أيضا بانطلاقات شوطنا الثاني الذي يضم في طياته هنا أيضا الأبكار، المهجنات، الأصايل لسن الإذاع، مشاهدي العزاء، والأربعة كيلومترات هي الحاضرة أيضا لهذه المنافسة ولهذا السن. متابعينا الكرام، ضمن شارة الديوان الثالث التي تعم ميادين الدولة، مشاهدين العزاء، مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى إلى الزعفران للدحبة، بن محمد بن سالم بصقوح العامري يقدم لنا زعفران مع المركز الأول. هنا شعار افتتاح التي فازت معنا في اليوم في يوم الأمس بأفضل توقيت، مشاهدين العزاء متابعينا الكرام. بينما هنا يقدم لنا الزعفران في هذا اليوم، بينما هنا المركز الثاني والقدوم في هذه اللحظة والوصول، مشاهدي الأعزاء، شعار سعيد بن أحمد بن هدفة أيضا العامري يقدم لنا أيضا شعار ومقدم لنا هذا الاسم أيضا العيبة من خلال هذا الاندفاع. بينما المركز الثالث الوصول والقدوم من شعار بن غزول يأتي في هذه اللحظات مقدم لنا أيضا مزعلة لسهيل بن مسلم بن غزول العامري يقدم لنا مزعلة، مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، مرضية لمالكها، مزعلة أيضا للمتحدين للمنافسين يقدمها بن غزول. بينما المركز الرابع الوصول من شعار بالزفنة مقدما لنا هذا الشعار ومقدما لنا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، مشاهدين الأعزاء، مسلم بالزفنة بن مسلم العامري مقدما لنا الشامخة كشموخ هذا الشعار، يقدم لنا الشامخة. بينما المركز الخامس شعار ابو سعيد ياتي في هذه اللحظات، مشاهدين العزاء، بعدما قدم لنا سوده يقدم لنا الهايله بادائه الرائع بشعاره الهايل. هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام يقدم ايضا الهايل العثب الخزع بالعثب الهركي العامري على خامس الاسماء. بينما سادس الاسماء الوصول من شعار بن بخيت، هنا القادم بهذا الاداء الرائع مع مصيحه سعيد بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري. بينما سابع الأسماء يصل في هذه اللحظات شعار سالم بخليفة بن سيود الدرع يقدم لنا الشهامة من خلال هذا الاندفاع. بينما ثامن الأسماء يصل في هذه اللحظات شعار بن رملي سهيل بن رملي بن محمد العامري، وتاسع الأسماء شعار بن رميلة يصل في هذه اللحظات مقدما لنا ايضا هذه الانطلاقه، مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، مبروك محمد بن سالم بن علي العامري. بينما عاشر الأسماء وعاشر الأسماء هنا أيضا من تحمل الرقم واحد الظبي، هناك أيضا الدودة بن قناز بن قزول بن مسلم بن حمرور العامري. ما شاء الله تبارك الرحمن، أشواط رائعة، أسماء رنانة حضرت في هذا الشوط، انطلقت في هذا المسار متابعين الكرام، في هذا المعترك، في هذا المحتدم، في هذا الخضم. ما شاء الله تبارك الرحمن، بهذه الأجواء الرائعة وبهذا الانطلاق المميز، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هناك بن غزول مقدما لنا مزعلة على الصدارة الأولى على المركز الأول، سهيل بن مسلم بن غزول العامري أحد الأسماء الرائعة وأحد الأسماء القوية في هذا العالم الساحر، يمتلك هذه النوعيات، يقدم لنا هذه الانطلاقات الرائعة. بينما الوصول القدوم في هذه اللحظات من الهائلة، وبدأت الهائلة تتسلل تتقدم بشعار العثب الخزع بل عثب الهركي العامري. بينما الوصول بشعار بالزفنة على ثالث الأسماء، مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، هناك أيضا الوصول، الوصول والقدوم، مشاهدين الأعزاء، بشعار بالزفنة يقدم لنا هذا الاسم. بينما الوصول على رابع الأسماء في هذه اللحظة، مشاهدينا
ومتابعين الكرام بروق لسعيد له محمد بن سالم بن علي العامري هنا يتقدم ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الوصول ايضا والانضمام في هذه اللحظة مشاهدينا الاعزاء. هناك ايضا شعار هلال بن سعيد بن متعب العفاري يتقدم في هذه اللحظات مع الشايبة يتقدم بن متعب يتألق بن متعب كعادته. هنا مشاهدي الاعزاء كعادة هذا الشعار، ولكن الاسماء القادمة الاسماء الهاجمة. هناك مشاهدين الاعزاء ايضا هناك الشامخة لمسلم بالزفنة بن مسلم العامري، وهنا الوصول من شعار بن رملي يتسلل في هذه اللحظة يقدم لنا ايضا متعبة، او هناك نعم بالفعل متعبة سهيل بن رملي بن محمد العامري. الكيلو الاخير نتعداه يا بن متعب. الله 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 الله، هنا يتقدم بن متعب بهذا الاداء الرائع والجميل. هذا السيناريو الذي يتكرر في سن الحقائق واللقاية والاذاعه، فلله درك يا بن متعب، لله درك على ما تقدمه من خلال هذه الانطلاقات والتحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشايبة وهي في ريعان الصبا والشباب تاتي بهذا الاداء الرائع والجميل، تاتي بهذا الانطلاق الرائع والجميل على مقدمة الشوط. متابعينا الكرام، هنا الشايبة يقدم الشايبة هلال بن سعيد بن متعب العفاري يقدم لنا هذه الاندفاع الرائع والجميل، بينما هناك ايضا الاسماء القادمة، ولكن نكتفي بهذا القدر. نعود مع الشايبة اللي تاخذ لها مكان وحيز ما شاء الله تبارك الرحمن، وسيارة التعليق هنا ايضا وكافة الخدمات والمتابعين. هنا تهانينا والناموس لمالك الذيبة او الشايب نعم بالفعل هلال بن سعيد بن متعب العفاري، بينما ثاني الاسماء. المركز الثاني مشاهدين الاعزاء بروق لمحمد بن سالم بن علي العامري، ثالث الاسماء ايضا شعار بن قزول اتى متابعينا الكرام مع مزعل سهيل بن سالم بن قزول العامري، رابع الاسماء معك يا ابو الصديق. المركز الرابع كان الوصول متابعينا الكرام من صبا راشد بن حمد بن جمع الحكماني متابعي الكرام، بينما خامس الاسماء. المركز الخامس كان الوصول ايضا من في لسالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، وصل متابعينا الكرام مقدما لنا في بهذا المسار. تهاني وناموس للجميع مشاهدي الاعزاء، والتهاني ايضا لمالك الشايبه ومن قدم لنا الشايبه هلال بن سعيد بن متعب العفاري من خلال هذا الاندفاع الرائع والجميل. وست دقائق سبع دقائق ثانيه 65 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس اذا